زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، نتواصل مع حضراتكم بهذا الانطلاق في هذا الشوط الذي ينطلق في تحديات اللقايا، الشوط 14 لجملة الأشواط الصباحية، والخاص بالقعدان السابع للقعدان. اللقايا 4 كيلومترات هي المسافة المخصصة لهن في هذا اليوم. متابعينا الأعزاء، نحن في طريقنا وسيرنا إلى مقدمة هذا الشوط لكي نعلق على المراكز الخمس الأولى. مقدمة هذا الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات، ومن يتقدم الأسماء حلوان في مقدمة هذا الشوط تعود ملكيته للسيد علي. علي بن راشد بن علي المعاضيد في مقدمة هذا الشوط في المركز الثاني، الشاهين في المركز الثاني ينتقل بدوره ويغير المركز الأول من صالح. مبارك بن محمد بن علي بن صرير في مقدمة هذا الشوط، ناخذ المركز الثالث بطاش. بطاش في مقدمة الشوط في المركز الثالث للسيد فهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخياري. ناخذ المركز الرابع، المركز الرابع وهو شاهين لراشد بن سعيد بن مانع في المركز الرابع. ننتقل الى المركز الخامس، وقاد في المركز الخامس لمتعب بن طالب بن شريم المري في المركز الخامس. متابعينا الاعزاء، مستمعينا الكرام، نعود الى مقدمة الشوط والى رحلة البحث عن الناموس. وهنا مقدمة هذا الشوط، شاهين في صدارة هذا الشوط وفي تقدم الاسماء وتقدم اللقايا القعدان. تعود ملكيته للسيد مبارك بن محمد بن علي الجربوعي في مقدمة هذا الشوط، ولكن المركز الثاني بطاش. وبطاش وحلوان اللي قادم لعلي بن راشد بن علي العلي المعاضيد على المركز الثاني. يا سلام، المركز الثالث شاهين، تقدم من شاهين في هذه اللحظات. راشد بن سعيد بن مانع. المركز الرابع بطاش لفهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين. وفي المركز الخامس، وقاد في المركز الخامس لمتعب بن طالب بن شريم المري. لم تتغير الأسماء إلى هذه اللحظات، وهذا النداء الثاني، ولا زال يسيطر شاهين، لا زال يسيطر على المعركة، لا زال يسيطر على الفرقة، لا زال يسيطر على المجموعة في هذه اللحظات. تعود ملكيته لمبارك بن محمد بن علي الجربوعي، هو متحمل المسؤولية إلى هذه اللحظات، بالفعل مسؤولية هذا الشوط، وهو مسؤولية صعبة المركز الأول، وصعبة صعبة صعبة إلى هذه اللحظات. المركز الثاني شاهين، راشد بن سعيد بن مانع. من يريد المشاركة في الناموس 1500 متر، 1500 متر في هذه اللحظات اللي تبقت عن نهاية الشوط. يا سلام، أشوف الوصول، أشوف الوصول على المركز الثالث. حلوان في المركز الثالث تراجع إلى هذه اللحظات في المركز الثالث للسيد علي بن راشد بن علي المعاضيد. واللي قادم في هذه اللحظات هملول مبخوت بن سالم المنهالي في هذه اللحظات. المركز الرابع وقاد لمتعب بن طالب بن شريم المري. يا سلام، في المركز الخامس سنهينا هذا النداء، ولكن 1200. نعود إلى شاهين. شاهين ينطلق في هذه اللحظات في مسيرة موفقة، في انطلاق موفق إلى هذه اللحظات، صامدا بحفاظه على المركز الأول. وبالفعل يقول أن المركز الأول لديه. يا سلام، الكيلو متر الأخير والخطير والمثير إلى هذا التقدم الممتاز مع شاهين. مبارك بن محمد بن علي الجربوعي يقول أنه قد المسؤولية في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط. مبارك بن محمد بن علي بن صرير في مقدمة الشوط في هذا الأداء. المركز الثاني اللي قادم هملول مبخوت بن سالم المنهالي. يا سلام، اقتحام الأسماء، وصلوا الواصلون يا بن صرير، وصلوا الواصلون يا بن صرير. يا سلام نشوان سعيد بن محمد بن سعيد الصومالي. وفي المركز الثالث محمد بن زايد بن خلفان المنصور. لكن اقلع، حرك بن صرير،
مع شاهي. حرك يا ابو سليم. وصلوا الجماعه في هذه اللحظات 500 متر 500 متر عن الفوز. يا سلام يا سلام، المعركه ما بين الاثنين. لكن خلاص اشوف شاهين، اشوف شاهين لهذه اللحظات صامد صمود الجبال السود مع ال 300 متر الاخيره. يا سلام، الله يا شاهين. وهذا الطير الجارح يحلق بالسماء الى خط النهايه مع ال 200 متر الاخيره، ومع مبارك بن صرير في هذا التقدم. نهنيه على هذا الفوز. قام راس وانهى الشوط راس، بالفعل هو قد المسؤولية مع شاهين. تهانينا له على هذا الانجاز وعلى هذا الفوز والانتصار. تهانينا لمبارك بن صرير على هذا الفوز. المركز الثاني سعيد بن محمد الصومالي، في المركز الثالث محمد بن زايد المنصوري، في المركز الرابع وابران سعود بن ناصر من كليفيخ، في المركز الخامس كان هناك سلهودي ناصر بن محمد بن شابل. تهانينا والناموس للسيد مبارك بن محمد بن صرير على فوز شهيب بالمركز الاول. توقيت الزمني تهانينا والناموس لمالك شاهين مبارك بن علي بن صرير. هذه لحظات الإعادة وإعادة التوقيت الزمني تشاهدونها على قناة الريان. 6 دقائق 18 ثانية 58 جزء من الثانية. في المركز الثاني وبران لسعيد بن محمد بن سعيد الصومالي أو نشوان، توقيت نشوان. 6 دقائق 18 ثانية 84 جزء من الثانية. جاء في المركز الثالث كان من نصيب شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهو مطالب توقيت مطالب 6 دقائق 22 ثانية و 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله.